ليس كمثله شيء، صفة منفية منفية عن الله مع إثبات كمال الذات لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. حي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. نعم. القيوم هو الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، هذا القيوم. الحي هذا الكمال الذاتي، والقيوم الكمال السلطاني، ولو اجتمع الحي مع القيوم كان حسن على حسن، كمال ذاتي وكمال سلطاني. ولهذا قال بعض العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. مرة أخرى، الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء، وهذا كمال ذاتي. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، هذا كمال ذاتي. والحي مع القيوم حسن على حسن، حسن على حسن. فالحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن، مفهوم؟ ولله الأسماء الحسنى. الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسنا على حسن، مفهوم الشيخ؟ طيب، قيوم لا ينام، قلنا نفى الله سبحانه وتعالى نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. نعم. خالق بلا حاجة. خالق الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم، ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الخلق؟ لا، خلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وجميع الخلائق لا يمكن أن يستغنوا عن الله طرفة عين. فالله سبحانه وتعالى كما سيقول المؤلف رحمه الله تعالى هو خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق الخلق. نعم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق، ما قال الرازق، لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى لو أعطى كل الخلق ما أعطاه ينقص ذلك من ملك الله شيئا؟ لا. إذن هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية سبحانه وتعالى، وخلق الله الخلق وأمدهم بالرزق، هذا ما يقوم به البدن. بقي ماذا؟ ما يقوم به الروح، أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فعندما خلق الخلق خلقهم لغاية سبحانه وتعالى، والخلق يحتاج إلى الله سبحانه، والله سبحانه مستغني عنه، فخلق الخلق وأمدهم بالرزق. طيب، هذا ما يقوم به البدن، بقي ما يقوم به الروح، فأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هنا الربوبية تتضح، لأن الرب هو الذي يخلق ويرزق، هذه تربية للظاهر، وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه تربية للباطن. نعم. مميت بلا مخافة. نعم، مميت الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر وكتب بقدر الخلائق سبحانه وتعالى. نعم. قال الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك، ولهذا نقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى ملك
ومالك. قد يكون عندنا ملك وليس له شيء، وقد يكون عندنا تاجر من التجار له أملاك لكن يستولي عليها بعض الناس، صحيح؟ فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. أقولنا أن الوصف هذا بالقدم أفضل منه أن تتكلم بما ورد في الكتاب والسنة وتقول هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. لكن دافع العلماء عن هذا الكلام وقالوا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. عندنا أضيق باب هو باب الصفات، الأسماء أوسع منه قليلا باب الصفات، أوسع باب هو باب الأخبار، مفهوم؟ يخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه شيء، لكن لا يمكن أن يسمى أو يوصف بالشيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، صحيح؟ تمام. طيب، إذن أوسع باب الأخبار واسع، لكن الأولى ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة. نعم. لم يزل بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق، نعم، ورازق قبل أن يرزق. نعم، جزاك الله خير. نعم. وكما كان بصفاته أبديا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم.